أمام السفارة المصرية في الكويت كان في صورة مشرفة لاصطفاف المصريين للتصويت في انتخابات الرئاسة في مشهد يمكن يكون بيعكس رغبة المصريين في الخارج وحرصهم على المشاركة في رسم مستقبل بلدهم. خلينا نشوف انتخابات المصريين في الكويت. معنا عبر زوم الدكتورة داليا البيلي ممثل الجالية المصرية في الكويت. بنرحب بحضرتك معنا يا دكتورة في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير يا استاذه منى، سعيده بوجودي مع حضراتكم في اليوم الجميل ده. يعني قولي انا لنا. اعتذر لان صوتي رايح شويه بسبب لا 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 المشاهدات، زي فانا الفل بعتذر على زي الصوت الفل زي الصعب الفل. ده. دكتوره داليا قولي لنا يعني ابرز المشاهد اللي شفتيها، اكتر ما لفت نظرك في المشهد الانتخابي للمواطنين المصريين في الكويت. احنا حضرتك بمنتهى ما تعنيه الكلمه، احنا في فرحه، احنا نازلين نشارك في مهمه وطنيه من اجل استكمال بناء جمهوريه مصر الجديده. احنا عندنا زغاريد، احنا عندنا هتافات، احنا عندنا اعلام، مشاركه قويه وايجابيه، اصرار على اننا نكون الجاليه رقم واحد وسط الجاليات المصريه في الخارج، اصرار على اننا من خلال نزولنا للانتخابات، ودي الرساله اللي حرصنا على نشرها من قبل العمليه الانتخابيه، ان احنا الانتخابات الرئاسيه دي هننزل فيها بهدف واحد، وهو ايصال رساله من المصريين في دوله الكويت للعالم كله، اننا مع دولتنا المصريه ومع قيادتنا السياسيه ومع رئيسنا من اجل استكمال بناء جمهوريه مصر الجديده وحفظ امن وامان واستقرار مصر. وعشان كده هتلاقي حضرتك نزولنا بحماسه وقوه وايجابيه وهتافات ان احنا نازلين كاننا بنؤدي مهمه وطنيه، لاننا بنسعى لايصال الرساله للعالم بمنتهى القوه. واظن الحمد لله الصور والفيديوهات اللي وصلت حضراتكم بتؤكد ما انقله لحضراتكم الان. المشهد الانتخابي في الكويت عامل ازاي؟ يعني الفئات العمريه اللي موجوده يا دكتوره، مين اللي موجود؟ السيدات ولا الشباب ولا كبار السن؟ مين اللي موجود؟ احنا حضرتك في الكويت من كافه الفئات، كبار سن، شباب، بالنسبه للسيدات طبعا السيدات يعني حضرتك عارفه دايما احنا بيبقى لينا مشاركات قويه. طب بالنسبه للرجال، الاطفال الصغيرين جايين عشان يتعلموا ديمقراطيه، حتى يعني مش عايز اقول لحضرتك حتى الناس اللي تعبانه او عندهم ظروف مرضيه او من ذوي الاحتياجات، كله نازل، كله عايز يبني يشارك في بناء مستقبل مصر. كلنا فرحه، كلنا حماسه، يعني مش عايز اقول لك احنا في اجواء احتفاليه، مشهد رائع، احنا في ملحمه ديمقراطيه، الشعب مع حكومته، الشعب مع جيشه، مع شرطته. السفاره المصريه في الكويت طبعا العاملين في السفاره والقنصليه المصريه في الكويت مش عايزه اقول لحضرتك تعاون كامل معانا، فرحه بمشاركتنا، واحنا سعداء بالتيسير الامور اللي بيوفروها لينا، بحيث ان العمليه الانتخابيه على الرغم من مشاركتنا الكثيفه الا انها بتتم كل مواطن خلال دقيقتين. وبالتالي انا احب من خلال البرنامج اتوجه بالشكر لجميع العاملين في السفاره والقنصليه المصريه على المجهودات الجميله اللي هم بيبذلوها في سبيل ان المرحله او العمليه الانتخابيه تتم بيسر وسلاسه وشفافيه. وبرضه بالنسبه للحكومه الكويتيه برضه احب ان اتوجه ليها بالشكر حكومه وشعبا، لانها وفرت لنا مكان بيوثق اكثر وبيساعد على عمليه انتخابيه ناجحه. بشكر الداخليه الكويتيه والهلال الاحمر الكويتي، يعني مش عايز اقول لحضرتك احنا مشهد انتخابي، مش هقول لحضرتك مصر بس، مشهد انتخابي في اخاء عربي، في قوميه، في محبه، في فرحة، احنا في اجواء احتفالية، يعني منظر انا كنت اتمنى يا فندم ان لو كان البرنامج بعد ميعاد فتح اللجنة الانتخابية وكنت نقلت لحضرتك الصورة، احنا بنصطف امام اللجان من قبل ما الصناديق بتفتح، كلنا اصرار، اصرار وحب وعايزين نشارك، عايزين، فرحانين يا فندم. طيب دكتورة داليا احنا وشايفين وواثقين. وفي نقطة تانية احب برضو اكد بلغه الارقام، احنا الدوله المصريه حرصت في خلال العشر سنوات اللي فاتت على تقويه الترابط مع المصريين في الكويت من خلال وزاره الهجره، اللي احب برضو اتوجه للوزيره الجميله الوطنيه سهى جندي على ما تقوم به من اول توليها الحقيبه الوزاريه من تواصل قوي معانا. الوزيره داخله معانا في جروبات واتساب، لقاء مع الوزيره، مؤتمرات المصريين في الخارج،
برضو لما بدأت العملية الانتخابية تواصلت معانا كأقطاب للجالية المصرية، وتشرفت بحضور اللقاء ده في وجود المستشار أحمد البنداني والسفير عمرو عباس والسادة السفراء الكرام في دول مجلس التعاون الخليجي، على أساس إن يعرفوا إيه مقترحاتنا وإيه مطالبنا، وبالتالي يساعد أكتر على التحفيز الإيجابي للمشاركة الإيجابية. إحنا كنا حريصين على إننا من قبل العملية الانتخابية إن إحنا نوعي الناس ونفهمهم أهمية الانتخابات دي في ظل التحديات اللي بتواجهها مصر في الداخل وفي الخارج. فإحنا في ملحمة ديمقراطية زي ما قلت لحضرتك بالظبط. تمام دكتورة داليا، يعني إحنا المصريين في دولة الكويت تعدادهم قد إيه؟ أهم الوظائف اللي بيشغلوها عاملة إزاي؟ و يعني بالنسبة لتصنيفهم أو تصنيفاتهم، إيه الأكثر منهم اللي كان يعني داخل في السباق أو مشارك بشكل أكبر في السباق الانتخابي؟ هقول لحضرتك، إحنا في الجالية المصرية هنا في الكويت حوالي من 600 ل 650 تقريباً. طبعا الجالية 650 المصرية ألف في الكويت تصل يعني متنوعة، 650 ألف متنوعة في مجالات العمل، سواء كان أكاديميا، سواء كان طبيا، سواء كان في كافة المجالات، سواء كان من العمالة. المشاركة في الانتخابات هتلاقي حضرتك جميع الفئات، وهتلاقي جميع المحافظات، هتلاقي فئة الأكاديميين والأطباء والمهندسين والمجالات الأخرى، وهتلاقي برضو فئة أهلنا من العمالة المصرية كلهم مشاركين، وكله نازل بيهتم وفرحان، وتحيا مصر تحيا مصر. دي الكلمة اللي لو حضرتك جيت قربت من المقر الانتخابي بتاعنا في دولة الكويت هتلاقي تحيا مصر تحيا مصر بفرحة وبهجة وقوة وبإصرار، لأن زي ما قلت لحضرتك إحنا بنوصل رسالة للعالم كله، إحنا مش نازلين انتخابات للتصويت، إحنا نازلين نقول إحنا يا مصريين في دولة الكويت بنودي رسالة للعالم كله إننا مع دولتنا المصرية ومع قيادتنا السياسية، وعايزينها توصل بأقوى صورة. وده اللي بيحصل، وده اللي حرصنا عليه، وأكيد اللي واصل حضراتكم دلوقتي بيؤكد اللي أنا بقوله لحضرتك. في ناس بتبقى مش مهتمة قوي بمتابعة سير العمليات الانتخابية، أو بتبقى حاسة إن ملهاش دور كبير، بتقولك صوتي مش هيفرق، خلاص ما جراش حاجة، أنا كده كده مسافر ومش موجود. إيه اللي قدرتوا تعملوه من مبادرات أو من محاولة التعامل مع الناس يعني بصفة مباشرة، بحيث إنهم يتحمسوا ويبقى في نوع من أنواع التوعية لأهمية مشاركتهم السياسية ولأهمية صوتهم؟ احنا من قبل بدء الاعلان عن العمليه الانتخابيه كنت عامله مبادره ايد واحده معاك يا سيسي، تمام؟ من خلال المبادره عملنا على نشر ايجابيات الدوله المصريه ومحاربه الشائعات المغرضه هنا في دوله الكويت. بعد الاعلان عن العمليه الانتخابيه عملنا حمله انزل شارك صوتك امان، اخترنا شخصيات وطنيه مصريه لها المصداقية العالية في الجالية المصرية في الكويت من كافة المجالات، سواء كان وكان من أهم اللقاءات اللي احنا عملناها، وسجل معانا فيديو تحفيزي وسجلوا معانا فيديوهات تحفيزية الأب بيجول راعي الكنيسة القبطية هنا في الكويت، وأيضا الشيخ حسين الأزهري ده من شيوخ الأزهر الشريف وعلماء الأزهر الشريف، الشيخ محمد عزت، شخصيات مصرية وطنية أكاديميين ومن كافة المجالات. حرصنا على توصيل رسائل التحفيز بأهمية الانتخابات ودورها في بناء مستقبل مصر، ودورها في الوقت الحالي في ظل التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية سواء كان في الداخل أو في الخارج. برضو حرصنا على عمل تسجيلات فيديو، كل ده فيلم تسجيلات فيديو مع عموم الجالية المصرية، ناخد منهم رسائل ورؤيتهم في من يرون أنه هو القائد المناسب للمرحلة الجاية واللي هيكمل مع مصر لبر الأمان. وبالتأكيد كل هذه النشاطات ساعدت كثيرا في ان احنا نقدر نوصل لشكل مهم جدا في هذا السباق الانتخابي. شكرا لك يا دكتوره داليا، دكتوره داليا البيلي ممثل الجاليه المصريه في الكويت، شكرا جزيلا لحضرتك.